وخططتوا النهارده للظهور ازاي مع بعض؟ انا جبت بدله وهي سبونتانيمو سامبوكسا فرنسيه هتفتح علينا باب مش هيتقفل. والله احنا ماشيين بالبركه يعني البس وانزل واجري والحق، فالحمد لله ان لحقنا. على طول بوستات على السوشيال ميديا وعلى طول مع بعض ما شاء الله. يعني واضح ان في قصه حب كبيره الحمد لله. ما نعرفش كواليس عنها قبل يعني كتير. وكواليس دي بقى لازم نقعد قاعده، ما انا مش على الجاريه كده. لازم نقعد قاعده بقى نحكي ان في حاجات فيها صدف وحاجات فيها مقابلات وحاجات فيها سوق، يعني في تركيبه واحد في المليون كده. السلو موشن دي شرارة. السلو موشن دي كانت في فرنسا في شتاء سنة 2017. دي حصلت الشراره ساعتها ومن بعدها الحمد لله ولعت. ونفس اللحظه كانت الشراره عندك ولا كانت من اول مره شفنا بعض؟ الحمد لله. انا شفته قلت له انت جوز، كنت متاكده اول ما شفته نفس اليوم. وده كان قلت له انت هتكون اب. قلت له هذكرك بالموضوع ده.